الطواش حسين بن علي آل سيف الرومي، إنه من الشخصيات البارزة في تاريخ الكويت ومن كبار تجار اللؤلؤ بالكويت، واشتهر بلقب معش العوسة لكرمه، وهذا اللقب أطلق على حسين بن علي حيث رأى في ذات يوم ضيوف من بعيد قادمين وغدا ناخة بلهم، وعرف أنهم ضيوف حلوا له فأسرع وأمر بذبح الخرفان، وعندما تأخروا بالحضور أمر أحد أخوياه أن يذهب إليهم، وكانت المفاجأة أنما رأوا إلا شجر عوسج، ومن هنا أطلق عليه معش العوسج. والطواش حسين بن علي من هالخير الذي أنفق من ماله فأطعم الطعام وسقى الماء وأعطى المحتاجين وأكرم الضيف وآثر على نفسه، وشارك الطواش حسين بن علي الرومي في كثير من المعارك ومنها معركة الصليب ومعركة الجهرة، حيث كان يجهز الجيش من مالي الخاص من رجال وسلاح واعتاد ويذهب بهم إلى المعركة، وكانت له علاقات بالكثير من الشخصيات والحكام، وهذا يدل على المكانة المرموقة التي وصل إليها الطواش حسين بن علي، وكانت له علاقة مع الملك عبد العزيز آل سعود والملك علي بن حسين وركن الدين الهاشمية وحكام قطر والبحرين والإمارات وعمان، وهناك خطابات ورسائل بينهم. وقال الشاعر فهد سبوق العجمي بالطيف فعله بان في رؤوس الأشهاد، والمرجلة ما تبني في تصاريح معش العوسج خذ كل مجال قول على فعل ما يحتاج توضيح. وسافر حسين بن علي إلى باريس سنة 1931، سافر من بومبي على ظهر باخرة قاصد باريس، مرت الباخرة في طريقها إلى مدينة بورسعيد قناة السويس ومنها إلى ميناء جنوة في إيطاليا، ثم بالقطار إلى باريس، وقام في أحد الفنادق، وكان يذهب إلى محل التاجر الهندي في باريس اسمه جندل ولال شاه لبيع اللؤلؤ وقضاء حاجاتهم. أما السفرة الثانية حسين بن علي فكانت سنة 1932، وكان عمره 76 وباللباس العربي الجميل اللباس الكويتي اللي هو قطر العلقاء، حيث سافر من بيروت على ظهر الباخرة إلى ميناء مرسيليا بفرنسا، وأيضا من سافر إلى فرنسا لبيع اللؤلؤ علي بن حسين بن علي الرومي ويوسف بن حسين ومحمد بن شملة. يقولون بعد عودته للكويت كانوا يتحدثون عن باريس وما شاهدوها فيها والحياة في باريس، وحديثهم كانت عجيبة وغريبة في ذلك الوقت. وقال الشاعر شاعر لزقة يا جالب من المدح جاكم زبونة، المدح حق حسين وخو شملة. وقال الشاعر فهد برسلي يمدح حسين بن علي أخو حسين مشبع كل جوعان راعي الجميل ويشهد الناس لحسين. وفي وفاة حسين بن علي قال الشاعر بطرق الصافي رثاء حسين أرى الدار تلزم عقب حيد غدالها تنثر دموع العين وأعز تالها. حياكم الله بصوت شملاني.